يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الخامسه والخمسون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي, وليالي المحول الى ماء الحياه, الحياة. يا, إمام يا امام شوقي إليك, اليك شوق الحنين وعطشي وعطش اليك أعطش عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك عم تضحك أيامي وأشوف فنك. فنك لو حزن, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب مو حش يا إمام, إمام. مو حش مو حش يا إمام الدرب, الدرب مو حش يا, يا, يا إمام لا صديج, لا صديج ولا رفيق سابقى اودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى لا زلت أواصل حديثي في هذه المجموعه من الحلقات من برنامج الخاتمه والتي عنونتها مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمه يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول مجموعه الحلقات هذه مجموعه تتناول موضوعا لا ادري كيف اصفه هل اصفه بانه مهم جدا ام انه ضروري للغايه من حيثيه عقائديه وفكريه ام انه حساس وحساس جدا يلامس واقعنا الشيعي ويقارب حاجتنا العقائديه الدينيه لا ادري كيف اصفه كي اوصل اليكم مقدار منفعته وفائدته بالنسبه لثقافتكم العقائديه على اي حال لازلت اواصل حديثي في هذه المجموعه من الحلقات وتحت العنوان المتقدم نفسه سالخص لكم وبكلمات قليله ما تقدم من حديث في الحلقات الماضيه حلقات حدثتكم فيها عن السيناريو الاخير عن السيناريو الثالث انه سيناريو اليوم الاخير والذي يبدو ان الواقع الشيعي يتحرك باتجاهه نحن لا نريد ذلك لان حركه الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الاخير هذا يدل بشكل واضح على ان الشيعه قد خذلوا مثلما خذلوا امامهم فان قانون سرعه الحساب ما يرتبط بالتوفيق والخذلان قد حكم بخذلانهم فهم مخذولون الواقع الشيعي هكذا يخبرنا الشيعه مخذولون على المستوى الدنيوي ومخذولون على المستوى الاخروي مثلما نقول في تعابيرنا الشعبيه فاخره لا دنيا ولا اخره هذا هو فاخره لا دنيا ولا اخره هذا هو الواقع الشيعي من الاخر فاخره لا دنيا ولا اخره ماذا تتوقعون من مراجع النجف هل تتوقعون غير هذا ما هم نفسهم هم ايضا فاخره لا دنيا ولا اخره فهل يستطيعون ان يكونوا سببا لتوفيقكم فقد الشيء لا يعطيه هم ايضا مخذولون ومخذولون الى ابعد الحدود ليس لهم لا من توفيق ولا من حكمه ولا من بصيره لو كانوا موفقين لكانوا مخلصين ولو كانوا مخلصين صادقين لتفجرت ينابيع الحكمه من قلوبهم على السنتهم واقعهم هكذا يخبرنا اذا ما تحدثوا يمسلتون ويمضرطون وهذا هو واقعهم وقد عرضت ما عرضت من الوثائق والحقائق والدقائق في مئات ومئات من الساعات فاذا ما تحدثوا همشلتون ومضرطون واذا ما كتبوا بيانا في عده سطور فان تلك السطور ستكون مشحونه بالاخطاء والسفاهه في جميع اتجاهاتها وكان هذا الامر واضحا في حلقات اسحاق الفياض انه المرجع الاعلم بتعيين وتشخيص من السيستاني نفسه من المرجع السيستاني نفسه فقد شخصه وعينه وجعله الاعلم من بعده ولذا ارجع مقلديه اليه في المسائل الاحتياطيه وانتم قد اطلعتم على سفاهه هذا الرجل وجهله اطلعتم على عدم معرفته بامام زمانه وبالوثائق والحقائق وبشكل واضح اتضح جهله على جميع المستويات على المستوى العقائدي على مستوى الثقافه القرانيه وعلى مستوى حديث العتره الطاهره وعلى مستوى الفتاوى والاحكام انه في كل ذلك يخالف دين صاحب الزمان الذي يكذبون عليه صلوات الله عليه ويقولون من انهم نوابه الحقيقه كانت واضحه والكلام الذي مر في حلقات اسحاق الفياض ليس خاصا به لوحده كل الذي ذكرته لكم عن اسحاق الفياض موجود عند السيستاني وعند المراجع الاموات من قبل السيستاني وعند المراجع المعاصرين الاحياء الهراء هو الهراء هذا الهراء ما هو بهراء اسحاق الفياض انه هراء حوزه النجف انه هراء منهج الطوسي مؤسس هذه الحوزه انه هراء عقيده المرجئه والبتريه والمقصره وهؤلاء مراجع النجف السيستاني الفياض والبقيه الامثله والنماذج الواضحه والواضحه جدا لمرجئه الشيعه ولبتريه الشيعه ولمقصره الشيعه كل هذا قد عرضته لكم على طول برنامج الخاتمه من الحلقه الاولى الى هذه الحلقه وهي الحلقه الخامسه والخمسون بعد المئتين عدد كثير وكم كبير وثائق وحقائق ودقائق وبيانات وفتاوى ومصادر كل ذلك قد بينته وشرحته وشخصته ووضعته بين ايديكم فضلا عن مئات ومئات من الساعات في برامجي المختلفه الاخرى لكنكم لو اقتصرتم على برنامج الخاتمه لكفاكم وكفاكم وكفاكم بل في الحقيقه بعض حلقات برنامج الخاتمه اذا ما وقفتم عندها وتحققتم من مضامينها فانكم ستكتشفون الحقيقه الواضحه وستضعون ايديكم على الخديعه الكبيره التي خدع بها أجدادنا وآباؤنا وخدعنا بها نحن أيضا فهؤلاء منذ الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء يضحكون علينا ويقدمون لنا دينا مرجئيا بتريا ناصبيا قذرا ويكذبون علينا ويضحكون علينا ويقولون هذا دين محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومحمد وال محمد براء من كل ذلك هؤلاء كذابون هؤلاء دجالون انهم مرجئه بتريه مقصره نذهب الى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد المشروع المهدوي العملاق انه المشروع الالهي الاعظم ماذا نعرف عن هذا المشروع وما هي حقيقه علاقتنا به اذا كنا مامومين ومحجوجين بامامه الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبعباره واضحه جليه اذا كنا قد بايعنا في الغديرين الغدير الاول هو الغدير العلوي والغدير الثاني هو الغدير المهدوي اذا كنا قد بايعنا البيعتين وتمسكنا بالغديرين واعتقدنا بامامه الحجه بن الحسن واصبحنا مامومين بامامته ومحجوجين بحجيته اذا كنا كذلك فماذا نعرف عن مشروع امام زماننا وما هي علاقتنا بهذا المشروع عنوان خطير اريد ان اضعه بين ايديكم وسانطلق من بوابه هذا العنوان كي اواصل حديثي الذي ستجدونه متسقا ومترابطا في نهايه المطاف منذ أول حلقة من هذه المجموعة وإلى آخر حلقة من حلقاتها، أتحدث عن مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الإنتظار يطول؟ العنوان: العنوان هو هذا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم من خلال ما ساطرحه تحت هذا العنوان تستطيعون ان تشخصوا ضلال حوزه النجف وتستطيعون ان تعرفوا مدى جهلهم بمشروع امام زمانهم فكيف يمثلونه وهم يتحركون في ليلهم ونهارهم لاجل تقزيم مشروع امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك مساران هناك مسار لتعظيم المشروع المهدوي هذا المسار موجود في القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم وفي حقائق حديثهم ومعارفهم وفقا لقواعد التفهيم العلوي هذا المسار موجود في هذه الخزائن وهو مسار تعظيم المشروع المهدوي لكن ليس هناك من اثر لهذا التعظيم في الواقع الشيعي لا عند مراجع الشيعه ولا في المكتبه الشيعيه ولا في الاعلام الشيعي ولا في الفضائيات الشيعيه ولا في المواقع الالكترونيه الشيعيه حتى في المراكز والمعاهد التي جعلت للدراسات التخصصيه في الامام المهدي ليس هناك من اثر لهذا التعظيم الجميع يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي من هنا جاء هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم التعظيم هو الذي يريده منا إمام زماننا. التقزيم هو الذي يريده منا مراجع النجف. وهذا ما سأبينه لكم. عليكم أن تصبروا عليّ حتى تصلوا إلى الحقيقة بشكل كامل. لأن الموضوع هذا موضوع مطرد ساحتاج إلى العديد من الحلقات كي أضع التفاصيل الواضحة بين أيديكم إذن عنواننا هو هذا وعليكم أن تحفظوا هذا العنوان كي تميزوا أنفسكم هل أنتم ممن يعظم المشروع المهدوي هل أنتم ممن يتحرك في هذا الاتجاه أم أنتم ممن يقزم المشروع المهدوي كما يفعل مراجعكم فمراجع النجف وكربلاء يقزمون المشروع المهدوي وهذا يدل في احسن حالاتهم اذا احسنا الظن بهم فانهم لا يعرفون امام زمانهم لو كانوا يعرفون امام زمانهم لعرفوا شؤون امام زمانهم واهم شان من شؤون امام زماننا المشروع المهدوي الاعظم انهم يتحركون بكل امكاناتهم بكل طاقاتهم لتقزيم المشروع المهدوي وهذا يكشف عن جهلهم وجهالتهم وعن سفاهتهم وتفاهتهم في احسن احوالهم اما في اسوأ احوالهم فانهم اعداء صاحب الزمان واذا كانوا هكذا الا لعنه الله عليهم اذا كانوا هكذا لكنني ساحملهم على احسن المحامل ساتحدث عن جهلهم وجهالتهم عن سفاهتهم وتفاهتهم عن قله عقولهم عن حماقتهم عن استحمارهم فهذا هو واقعهم والا لماذا يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي انه المشروع العملاق انه المشروع الاعظم نذهب الى فاصل عن هشام بن سالم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل انا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن, وعن ابي بصير عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من, من السنين تسع, تسع واحده, واحدة ثلاث خمس وقال إذا, اذا اختلفت, اختلفت بنو أميّة, اميه ذهب ملكهم, ملكهم ثم يملك بنو العباس, العباس فلا يزالون في عنفوان من, من الملك وغضاره من العيش حتى, حتى يختلفوا يختلف فيما بينهم بينه بينه فاذا اختلفوا, اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك